الحمد لله ذي الرضا المرغوب يعفو ويصفح ويغفر الذنوب يملي ويمهل لعل العاصي يتوب يعطي ويرضي ويحقق المطلوب سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجناب المرهوب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب صاحب المقام الأسمى والشفاعة العظمى واسمه على أبواب الجنة مكتوب لشفاعته العظمى تتعلق الآمال ولمسجده تشد الرحال وبالصلاة والسلام عليه تنفرج الكروب اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمال والحصى وكلما أطاعك عبد أو عصى ونور بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب برحمتك اللهم يا علام الغيوب صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين آمين مشاهدين الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب سائلين المولى تبارك وتعالى أن يكون كلامنا كله طيبا وأن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم إلهنا ومولانا نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك واهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا بخفي لطفك شر ما قضيت يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا ستار العيوب استر عيوبنا اللهم فيسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زلت أطوف بحضراتكم في القيم والمثل العليا إن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأخلاق النبي ربنا على معالي الأخلاق النهاردة عايز أتكلم في قيمة قليل لما تلاقي حد بيتكلم فيها حقيقة الأمر يعني قليل قوي لما نلاقي حد بيتكلم فيها وما أحوجنا إلى الحديث عن هذه القيمة احنا فعلا بجد محتاجين نتكلم عنها لأنها إلى حد ما غابت هي قيمة المفروض أنها فطرية يعني المفروض بالفطرة كده نعملها لكن لغيابها محتاجين أن احنا نذكر بيها مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم إذا كنت أنا بتكلم في الكلام الطيب عايز أتكلم عن 30 قيمة من القيم فإذا كنت هتكلم عن بر الوالدين لازم برضو نتكلم عن الوصية بولادنا ناخد بالنا من ولادنا لا في ناس رمت ولدها
في أم رمت ضناها، في أب عشان يعاند طليقته ما سألش على أولاده، في أب ما بيقبلش عياله، في أب ما يعرفش حاجة عن معنى الأبوة. عارفين يا حضرات اليتم أنواع، أخطر يتم إيه؟ يعني في يتيم من مات أبوه وهو دون الحلم يتيم، بس ألم يجدك يتيما فآوى، والله الأيتام بتتربى مش كده، وفي أيتام بتطلع بقرة سبحان الله مش كده ولا إيه؟ صحيح. ليس اليتيم، خد بالك بقى من النوع اللي أنا هقوله حالا دلوقتي، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، هو ده اليتم. تاني، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، ده يتم، ده من أخطر اليتم اللي موجود اللي توجد في مجتمعنا، وإن كان قليل وإن كان 1%، احنا مش عايزينه. أما تخلت، أم ما تعرفش حاجة عن معنى الأمومة، ما تعرفش الأم مدرسة، ما حدش علمها يعني إيه تبقى أم، يعني إيه إن المصلحة العليا في حياتها جوزها وولادها، دي المصلحة العليا، دي أعلى حاجة عندها في حياتها، هي عايزة تلقى الله وهو راضي عنها لأنها أدت دورها على أكمل وجه. في أم ما تعرفش الأمومة، وفي أب ما يعرفش حاجة عن الأبوة، ما يعرفش، لا عمره اتكلم مع أولاده ولا عمره احتضن ولاده ولا بيرحمهم ولا بيحل مشاكلهم. خدوا بالكوا، الإسلام زي ما قال لي بر الوالدين، قال إن البر ده ما بيجيش من فراغ، قال وقل رب ارحمهما. ليه؟ ليه رب ارحمهما؟ كما ربياني صغيرا، أصل هما ربوني، أصل هما كانوا بيحنوا عليا. طب واللي ما ترباش، اللي ما لقاش حد، اللي ما لقاش مامته، اللي باع ولاده، باعهم بيعاند طليقته، طب انت دول ولادك. الا لما شيء محزن ومؤلم لما واحدة مطلقة تكلم شيخ، تتصل بشيخ وتقول له يا مولانا انا عايز اولادي يسألوا على باباهم، ما بيسألش عليهم، بس انا يعني بسألش خالص، وانا بقول لهم اسألوا عليه وما بيردش على تليفوناتهم وكذا وكذا وكذا، شيء مؤلم تخيلوا. فاحنا بنقول كان لزاما عليا وانا بعرض القيم الجميلة والقيم النبيلة، ان بنقول ارجوكم يا حضرات ما تنسوش قيمة اولادكم. شوفوا سيدنا ابراهيم، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، ركزوا بقى الله يستركم معنا في المشهد الجميل ده، ولادنا اللي شايفيني دلوقتي ركزوا معايا قوي، ملة ابيكم ابراهيم، اهو ابينا ابراهيم بيرفع القواعد من البيت، الله عمل جليل، ومعاه سيدنا إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يلا ادعي بقى دعاء مستجاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، بيدور على الذرية، بيدعي للذرية، دي حاجة مهمة جدا، بيبدأ منين؟ إن الذرية يا رب، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، من أهم الدعوات عشان تعرفوا أن القيمة اللي أنا بتكلم عنها النهاردة دي قيمة مهمة جدا، غابت. فين اللي بيدعي لولاده؟ فين اللي بيحتضن ولاده؟ فين اللي بيرحم ولاده؟ طبعا الولاد فرحانين دلوقتي كمان يا شيخ، كمان الله يكرمك، في سورة الفرقان، آخر سورة الفرقان، من صفات عباد الرحمن، من صفات عباد الرحمن، ربنا يجعلنا منهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الذرية دي حاجة جميلة، نعمة كبيرة لازم نصونها ولازم نحافظ عليها،
ولازم ننشئها تنشئة جميلة، ولازم نعمل تربية إسلامية رائعة وعظيمة. سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم، سورة إبراهيم، رب اجعل هذا البلد آمنا، أيوة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بدع لأولاده. فين ده؟ فين؟ سورة آل عمران، امرأة جميلة، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، يا رب الواد اللي في بطني ده ليك، وهي متخيلة أنه ذكر طلع أنثى، لأنها جميلة ولأنها بتحافظ على اللي في بطنها ده، ولأنه نبت صالح، ولأنه عايزاه حاجة جميلة أوي، حاجة قوية، وهبته لربنا. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانت عايزة تطلع خادم لبيت المقدس، لكن ربنا عارم نية هذه المرأة الصالحة، هذه الأم الجميلة، فكافئها، كافئها مكافأة رهيبة أوي، عطاها مريم اللي اصطفاها الله على نساء العالمين، اللي ربنا قال عن مريم البتول الطاهرة البتول، هي وابنها سيدنا المسيح، وجعلناها اللي هي مريم وابنها آية للعالمين. مين؟ فين الأم اللي تعمل كده النهاردة من أول ما يبقى حمل أو قبل ما يبقى حمل؟ إذا أتى الرجل أهله يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، تطلع ذرية طيبة. وتيجي الأم تقول رب إني نذرت لك ما في بطني، ويجي الزوج دائم الدعاء يا رب يا رب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فين احنا؟ احنا فين من ولدنا؟ كله عايز ابني شكله ايه ولا يطلع ايه؟ طيب ما سألتش نفسك انت عايز ابنك بطريقة معينة، ما سألتش نفسك ابنك عايزك بأني طريقة؟ انا عايز ابني يعمل كذا، انا عايز ابني يلبس كذا، انا عايز ابني يروح كذا، عايز ابني يبقى وزير، انا عايز ابني يبقى، انت عايز ابنك بطريقة معينة، ما سألتش نفسك ابنك عايزك ازاي؟ ابني عايزني رقيق القلب، عطوف عليه، رحيم بيه، ابني عايزني اشيله على كتفي، ابني عايزني اعمل له جمل زي ما كان النبي بيعمل جمل للحسن والحسين ويركبهم على ظهره، ابني عايزني اشيله واحتويه واحتضنه، كان النبي يشيل الحسن على كتفه. مين الاب اللي بيشيل ابنه النهاردة على كتفه؟ ده الواد يبقى ماشي يعيط ورا ابوه في المول عشان يتشال، يقول له عيط والله ما انا شايلك. ليه؟ هو عيب ان انا اشيل ابني؟ شيله على كتفك ولاطف ابنك ومازح ابنك. الوصية بالاولاد يا حضرات، يوصيكم الله في اولادكم. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم انه بر الوالدين ما بيجيش من فراغ، بر الوالدين انت اللي بتغرسه في الولاد من الاول. عشان كده سيدنا النبي علمنا رحم الله والدا اعان ولده على بره. انت على قد ما بتدي ابنك من حنان ورحمة وحب ولطف ورفق وعناية، كل ده هيرجع لك بعدين. نسأل الله تبارك وتعالى انه يجعلنا على قدر المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نلتقي بعد الفاصل بمشيئة الله تبارك وتعالى، ابقوا معنا أكرمكم الله. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقيل على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأ ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. مشاهدين الكرام، أهلا بحضراتكم مجددا مع قيمة أنك تراعي الأمانة الجميلة اللي ربنا من عليك بها ولادك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نضيع ولادنا؟ احنا نسأل أمام الله عز وجل. إن الله سائل كل إنسان يوم القيامة، كل إنسان ربنا هيسأله عما استرعاه، حفظ أم ضيع؟
الرعية بتاعتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ولي الأمر ومسؤول عن رعيته، ومين كمان؟ والرجل راع في بيته. أنت مسؤول في بيتك وأنا مسؤول في بيتي، ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والمحامي والدكتور والمهندس والشيخ والصحفي والإعلامي فالنبي ختم الحديث وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى احنا محتاجين ناخد بالنا من ولادنا شوية، أولياء الأمور اللي بيغيبوا برا البيت بالأيام وبالشهور وبالسنين، أنا بيكون بعمل لهم رصيد ببني لهم. لا يا حبيبي، ابني ابنك أحسن ما تبني لابنك، ابنك ابني أحسن، ابني هو أحسن ما تبني له. عمر بن عبد العزيز بنى ولاده، فلما جه يموت ما ساب لهمش حاجة، ساب لهمش فلوس يعني. قالوا له ايه ده يا أمير المؤمنين، ايه ده سيدنا عمر، مش كنت تسيب لهم حاجة؟ قال سبت لهم. قالوا ايه سبت لهم ايه؟ قال انا ما تركت لهم الدنيا، انا ان كانوا صالحين انا سبت لهم الصلاح، ربطهم على الصلاح، فالله قال وهو يتولى الصالحين، وان كانوا غير ذلك فلا اترك لهم مالا يعينهم على معصية الله. مفيش الدنيا كلها اي ما بين اي طرفين يا حضرات حقوق وواجبات، ما فيش واحد عليه بس هو الواجبات وملوش حقوق، ما فيش كده. يعني احنا دايما نقول بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين، فيجوا ولادنا يشتكوا يقول لك لا هو كل حاجة حق بابا حق ماما حق بابا حق ماما حق بابا حق، وانا ماليش حق عند ابويا وامي. لا، ليه حق، ابني له حق، له حق عندي، له حق ان انا اخد بالي منه، له حق ان انا اربيه، وله حق عندي ان انا احتويه، وله حق ان انا اصاحبه، وله حق ان انا اقدبه. في لاعبوهم سبع وأدبوهم سبع وصاحبوهم سبع. احنا فين من الوصايا الإسلامية الرائعة دي يا حضرات؟ واحد راح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو ولده، الحقني يا أمير المؤمنين، ابني يعقني، هتقولي وعمر يرضى ده؟ يرضى الإساءة للأب؟ هتقولي الولد فورا. بس سيدنا عمر كان وقاف على حدود الله، يعني ايه؟ ما يسمعش من طرف واحد، الطرفين. هو سمع من الاب، الاب بيشتكي ان ابنه يعقه وان ابنه ما مش بار بيه، فسيدنا عمر جاب الولد، تعالى. الكلام ده صحيح؟ قال له لو سمحت يا امير المؤمنين لا تعجل علي، واحدة واحدة، قل لي يا امير المؤمنين الاول ابويا جاي يدور على الحق بتاعه، صح؟ قال له هو انا اصلا ليه حق عند ابويا؟ طيب انا ليه حق عند ابي؟ قال له ليك طبعا. ليك؟ قال له ايه؟ قال له ليك ثلاث حقوق. قال له ايه هما؟ قال له ان يختار اما صالحه، ان تبقى لما جه يتجوز اختار واحده صالحه تنفع تبقى ام مربيه. اثنين، ان يحسن اسمك، يسميك اسم كويس. ثلاثه، ان يعلمك شيئا من القران. قال له يا امير المؤمنين ابويا ما عملش ولا واحده من دول، لا اختار الام ولا اختار الاسم ولا علمني شيء ولا علمني حرف من كتاب الله. فعمر بن الخطاب ضرب الأب بالدرة وقال لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، أنت اللي غلطان في حقه، إيه اللي أنت عملته؟ سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، يزيد ابنه كان ولي العهد، حصلت مشكلة ما بين معاوية وما بين ابنه، وارد اختلافات وبتاع، فمعاوية فمعاوية ومعاوية ده كان من أحلم الناس بجد، وفي شعرة كده اسمها شعرة معاوية كلنا نسمع عنها، كان يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، قيل له كيف ذلك؟ قال إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها. معاوية ده كان رائع بصراحة. فلما ابنه زعله حب يجيب شخص يهديه، مش يسخنه على ابنه. ما انت احيانا تيجي واحد يشتكي لك من ابنه اقطم رقبته، هو ده الكلام اللي انا اقوله برضو. فبعت ارسل الى الاحنف ابن قيس، وده الاحنف ده كان احلم الناس، الاحنف كان يضرب به المثل في الحلم، الاحنف ابن قيس ده. فدخل على معاوية ومعاوية غضبان باين عليه ملامحه باين عليها، قال السلام عليك يا امير المؤمنين. السلام عليكم يا امير المؤمنين، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل استريح.
قال له قول لي يا احنف ايه رايك في العيال؟ شوف السؤال بقى، ما تقول في الولد؟ ايه رايك في الاولاد؟ قال ما ممكن تسال واحد ايه رايك في العيال؟ يقول لك وجع قلب يا راجل، وجع قلب، ده كانت شوره ما يعلم بها الا ربنا. ده واحد ممكن يقول كده. معاوية بيسأل أحنف بن قيس ما تقول في الولد؟ قال يا أمير المؤمنين هم عماد ظهورنا، ابنك ده العمود الفقري بتاعك، هم عماد ظهورنا وثمار قلوبنا، وبهم نصول على أعدائنا، ونحن لهم إحنا بالنسبة لأولادنا كالأرض الذليلة والسماء الظليلة، أنا بالنسبة لولادي فرش وغطى. طبعا ابني يتنطط عليا ويلعب على كتافي ويطلع ويلبس بدلتي وأبقى في غاية السعادة وأدي له هدومي ابني، وياخد حزامي ابني ضنايا، مش كده؟ تعالوا نشوف الأحنف بيقول ايه تاني. قال يا أمير المؤمنين أولادنا هم عماد ظهورنا وثمار قلوبنا، وبهم نصول على أعدائنا، ونحن لهم كالأرض الذليلة والسماء الظليلة، فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم. لما يطلب على قد ما تقدر اديله، عينيا يا حبيبي حاضر، هنا ليه بركة لأنت، فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم بكل طاقتهم هيحبوك، ولا تكن ثقلا ثقيلا عليهم فيملوا حياتك ويحبوا وفاتك. عايزين ناخد بالنا من ولادنا يا حضرات، عايزين نحن عليهم ان طبطب عليهم. ابنك لو غضبان تعالى يا حبيب قلبي ده انا ماليش بركه الا انت، ايه اللي مزعلك؟ طب يا ابني المفروض كذا وكذا وكذا، مش يضرب راسه في الحيط. ربنا وصانا على ولادنا، يوصيكم الله في أولادكم، خد بالك من ولادك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك دول الرعية بتوعك ربنا هيسألك عنهم. أظن كده ولادنا مبسوطين ومش سيعاهم الفرحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم ألف بين أولادنا واجعلهم متحابين. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، احفظ أولادنا من كل مكروه وسوء. اللهم أكرمنا في فلذات أكبادنا، يا رب أكرمنا في حبات قلوبنا، يا رب اجعلهم من أوليائك الصالحين، يا رب اجعلهم من أوليائك الصالحين، يا رب اجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ارزق شبابنا عفة يوسف، وارزق بناتنا طهر مريم، يا رب احفظهم من الفتن، يا رب احفظهم من المحن، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبعد عنهم أصدقاء السوء، اللهم استخدمهم ولا تستبدلهم. إلهنا ومولانا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.